السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المميزين وطلاب الأذكياء طلاب الشطار، إن شاء الله يا رب أعلى المعدلات ورافع رؤوسنا ورسائلكم واصلين المرحلة الإعدادية وخلصانين من المرحلة المتوسطة، وباقي لكم سنوات شنن أيام. البارحة كنت بالابتدائي والبارحة امتحنت سادس ابتدائي، وإذا تذكر قبل كم يوم سجلوك بالابتدائية. الأيام تركض تركض ركض، دير بالك على نفسك واهتم بمستقبلك وخلي الطموح قبال عينك، ترى كل اللي ظلك ايام معدوده وتخلص من المرحله المتوسطه، وراها ايام معدوده وتخلص من الاعداديه وتصل للحلم وتحقيق الحلم. موضوعنا اليوم talking about like and dislike، التحدث عن ما تحب وما لا تحب للصف الثالث المتوسط بالوحده الثانيه. موضوع سهل، موضوع بسيط، كل اللي عليك تحفظ القاعده وتختار. مثلا I love swimming، أنا أحب السباحة. I enjoy horse riding، أنا أستمتع بركوب الخيل. They don't like fishing، هم لا يحبون الصيد. قاعدات بسيطة وقاعدات سهلة، هذه تحب تحب، هذا ما تحب، هذه dislike يعني لا تحب، وهذه الأشياء اللي تحبها. إذا أردت تسولف عن أشياء تحبها فاعل love like enjoy، واحدة منهن فعل مضاف إليه ing تكملة. الأشياء اللي ما تحبها فاعل hate يعني يكره، dislike لا يحب، don't like لا يحب، وفاعل مضاف إليه ing ثم تكملة. إذا الفاعل عندك جاء هي شي، إذا الفاعل هي أو شي هاي don't شو تصير؟ تصير doesn't، بس بحالة الفاعل كان هي أو شي، إذا تسولف هو أو هي. I love swimming، I enjoy horse riding، they don't like fishing، يعني إذا قلنا هي doesn't like fishing نقطة. السؤال يجيك على طريقتين، يعني اما طريقة الاختيارات او طريقة انت ترتب جملة. I hate، انا اكره sail ابحار، sails ابحار، sailing ابحار. زين يا هي منهم يا هل المفروض اختار شو يقول عندي؟ بالحالتين تحب وما لا تحب لازم تختار فعل مضاف اليه ing، اذا اختياري هذا. زين I like to come camping، بالحالتين فعل مضاف اليه ing، اذن اختياري هذا. يعني وين ما تشوف ing like love enjoy dislike don't like doesn't like، وعندك hate كلهم يجي بعدهم فعل مضاف اليه ing، او يجيك السؤال بهذه الطريقه، هذا سؤال الاختيارات، او يجيك express your dislike، عبر. express راح تجيك كثير، احفظها، عبر. your dislike عن ما لا تحب. concerning spiders حوله، concerning يعني حوله، spiders العناكب، شغله. عبر عن ما لا تحب في العناكب، الفاعل منه؟ يقول لك your يعني انت، الشيء اللي ما تحبه انت، فايش تقول؟ تقول اي يعني انا، اني اكره، ما احب، ما احب، اي هيت او ديسلايك او دونت لايك، نفس الشيء. سبايدرز زين، انا اكره هذه شنو؟ كونسيرنينج، كونسيرنينج سبايدر، اتركك هاد تفكر لمدة ثانية واحدة. شغلة ما تحبها بالعناكب، بس المفروض شو تكون عندك؟ المفروض يكون عندك اختيار لفعل مضاف اليه ing. بهاي الحالة انت شنو اللي تختاره؟ إذا انت منطيك يور اكسبريس يور ديسلايك كونسيرنينج سبايدر، إذا نزلت كونسيرنينج بهاي الحالة صار عندك؟ صارت عندك الفعل غلط هيج. بهاي الحالة شنو اللي تختاره؟ زين نختار مثلا تسلق او
حركة أو فعل أو أي شيء ثاني يتعلق بالعناكب. I hate أنا أكره و dislike لا أحب و don't like لا أرغب. زين أنا هذه ما أحتاجها وهذه ما أحتاجها هذه ما أحتاجها. concerning بمعنى حول. أنت كل شغلك بالعناكب، شنو اللي تكرهه بالعناكب؟ أنزلها moving of spiders. أنا أكره حركة العناكب أو أكره تحرك العناكب. خلاص أي فعل تخليه هنا في هذا المكان لازم يكون مضاف إليه ING. مثلا تخلي walking هي غلط يتمشى، لأن العنكبوت ما يتمشى، بس أنت شو تسوي؟ لازم تخليها walking. غلط معنويا هذه، بس شنو قواعديا صحيح، لان خليت فعلها ينجي. القاعدة المهمة اللي تنتبه عليها انه انت اذا خليت love like don't like او خليت اي شغلة ثانية المفروض تخلي فعل مضاف اليه ing، فعل مضاف اليه ing. هذا كل ما يتعلق بموضوع ما تحب وما لا تحب للصف الثالث المتوسط بالوحدة الثانية. أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله في مالله.